في إيران أصدرت السلطات القضائية حكمين بالسجن 10 سنوات على شخصين بتهمة التجسس. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي إن أحد الشخصين أدين بنقل معلومات تتعلق بالبنك المركزي وبوزارة الدفاع إلى بريطانيا، والثاني أدين بتقديم معلومات إلى ألمانيا وإسرائيل. وأضاف إسماعيلي أنه تم اعتقال 5 أشخاص وصفهم بالجواسيس خلال الأيام الماضية يعملون في وزارتي الخارجية والدفاع والطاقة النووية. نتابع المزيد مع مراسلنا من طهران حازم كلاس. حازم، ماذا في تفاصيل هذه الأحكام وهذه الخلية ربما التي تعلن عليها عنها طهران، خلية التجسس هذه، ماذا في التفاصيل؟ بحسب وزارة الأمن الإيرانية، فمن تم اعتقالهم هم يمثلون 5 خلايا أو 5 فرق للتجسس، ومرتبطين بحسب وزارة الأمن الإيرانية بجهازي الاستخبارات الأمريكي والإسرائيلي بشكل خاص. ولكن المتحدث باسم السلطة القضائية إسماعيلي أشار إلى أن 2 آخرين غير ربما المجموعات التي تم إلقاء القبض عليها، 2 آخرين لم تتحدث عنهما السلطات الإيرانية سابقا، أحدهما أمين عام لجنة الصداقة الإيرانية النمساوية، وآخر مرتبط بجهاز الاستخبارات البريطاني بحسب السلطة القضائية. تم صدور أحكام بحقهما بالسجن ل10 سنوات. إذا نتحدث عن ربما حادثتين منفصلتين، الحادثة الأولى هي كشف السلطات الإيرانية وتحديدا من خلال وزارة الأمن عن 5 مجموعات للتجسس مرتبطة بالسي آي اي وبالموساد الإسرائيلي، وحديث من قبل السلطة القضائية عن صدور أحكام بالسجن ل10 سنوات بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وألمانيا وإسرائيل على شخصين، أحدهما رئيس لجنة الصداقة الإيرانية أو أمين عام لجنة الصداقة الإيرانية النمساوية، والآخر متهم بالتجسس لصالح بريطانيا. اللافت في هذه الإعلانات جميعا أنه تم الحديث عن دور هؤلاء الجواسيس في إيصال معلومات تتعلق بالبنى التحتية الإيرانية لجهات خارجية، وتم الإشارة بشكل خاص إلى مؤسسات تابعة أو منشآت تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهذا ربما قد يعود بالحديث إلى ما كانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قد كشفت عنه قبل نحو أسبوع، من أن تفجير منشأة نطنز الذي أثر على البرنامج النووي الإيراني بحسب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تم بواسطة عناصر داخلية، وهو ما اعتبر اختراقا لجهاز الأمن الإيراني. حازم كلاس من طهران، شكرا لك.